مساءكم سعيد وحلقة جديدة وبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا. أرقام تليفوناتنا 23 23 ورقمنا الأرضي هيظهر على الشاشة. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أنا أمسي على صديقتي الجميلة منى. مساء الخير يا أميرة. مساء الخير. إزيك؟ أنت عاملة إيه؟ الدنيا ربيع والجو بديع. إحنا كده لابسين بالصدفة كويس كده؟ ألوان الصيف. بس واضح أن النهاردة نفسيتنا حلوة. الحمد لله طبعا. وانت شايفاك انه عماله تغني في الاوضه ومبسوطه. أيوة. ان شاء الله يا رب دايما ايامك كلها سعاده يا رب. النهارده من وجهه نظري ومن وجهه نظر ناس كتير، النهارده يوم سعيد في حياه مصر. مصر دوله القانون، مصر دوله الحفاظ على الحقوق والحريات، مصر دوله حمايه استقلال القضاه والقضاء والهيئه القضائيه. النهارده أصدرت محكمة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكم برئاسة المستشار سناء خليل، حكما قضائيا بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود نائبا عاما لمصر. وأفكر حضراتكم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مدة عمله تنتهي في سنة 2016، كان قد صدر إعلان أو قرارات رئاسية من السيد رئيس الجمهورية أطلق عليها الإعلان الدستوري، صدرت في 22 نوفمبر 2012، تضمنت عزل السيد المستشار الدكتور النائب العام عبد المجيد محمود، وهو الذي أثار غضبة الهيئة القضائية وعلقت المحاكم العمل من أصغر محكمة جزئية لغاية محكمة النقض، وأضرب تعلق العمل وأعلن القضاء غضبتهم للاعتداء على استقلالهم. السيد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لجأ إلى دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة محتجا رافضا غاضبا من هذا القرار الذي تغول على السلطة القضائية وعلى على استقلال القضاء. والنهاردة صدر هذا الحكم الذي قضى بإلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن، بما يترتب عليه من أثار، وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام. مبروك للمصريين. مش هقول مبروك للمستشار عبد المجيد محمود لانه ولا نشيد بالاحكام، لان انا متربيه في اسره قضائيه اعرف ان الاحكام لا يشاد بها ولا تذم، لكن مبروك لمصر بجد ان في رجال لدوله القانون يعرفوا يحافظوا عليها ويدافعوا عنها ويدعموا استقلال القضاء. واي دوله بلا قضاء وبلا قانون ليست دوله وانما فوضى وغابه. وانا مبسوطه قوي يا منى، وعشان كده كنت عماله طبعًا اطبل جوه. اهلا اهلا، دي سهير وصلت اهي. مساء الخير يا استاذ. طيب عندنا اخبار ايه يا منى؟ احنا عندنا للاسف، احنا قلنا خبر حلو بقى. خبر حلو للاسف اللي جاي خبر مش حلو. ازمه الوقود تعصف بالكهرباء. يعني عن جريده الاهرام وعن لسان مصدر مسؤول في وزاره الكهرباء قال ان في ازمه الوقود وصلت لذروتها امس، وده ادى لخروج عدد من محطات انتاج الكهرباء من الخدمه وفقدان الشبكه الكهربائيه القوميه نحو حوالي 3500 ميجا وات للمره الثانيه في تاريخها في الشتاء بسبب ضعف الغاز الطبيعي وبشكل منتظم وفراغ مخازن المحطات من السولار والمازوت المستخدم كوقود بديل للغاز الطبيعي، مما ادى الى قطع الكهرباء عن بعض مناطق القاهره الكبرى وعدد كبير من محافظات مصر امس. واحنا لسه كنا يعني بقالنا ايام برضو في كل المحطات وفي كل الدنيا بنقول ان ربنا يستر على الصيف وعلى التكييفات وعلى ده. الموضوع بقى مش هيبقى فيه رفاهيه التكييف بالزبط. ده احنا بنقول الغاز الطبيعي ومحطات احنا حاطين ايدينا على قلبنا ومنتظرين صيف ساخن جدا، ليس فقط بسبب الاحداث السياسيه ولا درجات الحراره، وانما بسبب ان المراوح والتكييف ورحمه ربنا هتتقفل علينا لان الكهرباء هتتقطع، وده له افتئات على حد ولا تقول ولا ادعاء. ده صرح مصدر مسؤول في وزاره الكهرباء، وقال المصدر المسؤول اذا تاخرت وزاره البترول في تعديل ضخ الغاز او توفير السولار للتشغيل البديل للغاز، قال ايه بقى؟ قال لن يمكن تشغيل محطات الكهرباء وسيحدث إظلام تام على مستوى الجمهورية. والله ينور عليكم، وفروا لنا السولار لمحطات الكهرباء. الناس مش ناقصة خنقة يا مصريين، ولا ناقصة ضلمة ولا ناقصة حر ولا ناقصة خنقة ولا ناقصة زهق ولا اي حاجه. الله يكون في عون الناس اللي واقفه في التراب بقالها يومين عشان السولار ده. انا بشوف منظرهم طوابير بثلاث صفوف يقطع القلب. يعني الناس دي حاجه ولا عارفين يوصلوا المصانع ولا المصانع تدور وتشتغل ولا هم يا عيني عارفين ياكلوا. انت ساكنه في الدور الكام؟ في
في العاشر. في العاشر لما الكهرباء تتقطع ما تبقاش رفاهيه، ما تبقاش رفاهيه هواء ومراوح، تبقى انك يا تطلعي العشر ادوار يا ما تطلعيش. في الموضوع ده ازاي يعني قلت هنعيش من غير تكييف، هنسافر، هنروح. انا من اسبوع قابلت احد الاصدقاء العزيزين معانا هنا في المحطه في مكان ما، ايه ده، ايه اللي جايبك هنا؟ قال لي والله الكهرباء مقطوعه في البيت. وقلت ما قلبي ما يستحملش اطلع العشر ادوار. ربما ربما الشباب يستحملوا لكن مش كل الناس تستحمل. في عندك كثير من المرضى في البيوت بيبقوا محتاجين الكهرباء، مش لازم يبقوا في المستشفيات، انما محتاجين الكهرباء، بيحطوا قطره، بياخدوا ادويه، في عواجيز كتير، في سيدات كتير باطفال في البيوت. يعني الكهرباء لو تعرف هنعمل خيام بقى في ميدان التحرير يا اميره، ونقعد بقى لا ميه ولا سلالم ولا اسانسيرات ولا اي حاجه. احنا عايزين نعمل حاجه كبيره في ميدان التحرير والاتحاديه وكل ميادين الثوره في مصر، نقول احنا طالبنا بعيش حريه عداله اجتماعيه. طب عيش حريه اجهزه كهربائيه. الله، ده انت شاعره كمان والله يا اميره. عيش حريه اجهزه كهربائيه. الخبر اللي جاي مش احسن، يعني الخبر مؤلم اكتر، يعني خبر انه 7.5 مليون طفل بيعانوا الفقر الشديد. طبعا ده كان في امبارح مؤتمر بيقول انه بلغ عدد الاطفال الفقراء في مصر 5.7 مليون طفل بسبب انخفاض مستوى دخل الاسره، ويزيد احتمال تعرض للفقر في الأسر اللي عندها من 7 أفراد أو أكتر ل 54%، ويصل إلى 14% في الأسر اللي عندها 3 أفراد أو أقل من 7 أفراد. الندوة دي طبعا كان عاملها جهاز الإحصاء ووزارة الدولة للأسرة والإسكان والسكان ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية تحت عنوان الفقر مع اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للأطفال. اسمحوا لي أقول لكم أن احنا كل الدراسات الاقتصادية بتقول أن 40% من المصريين تحت خط الفقر. ولما سألنا يعني إيه 40% من المصريين تحت خط الفقر، قالوا يعني العائل أو الأسرة أو الشخص دخله اليومي حوالي 5 جنيه، فيبقوا 5 جنيه في 30 يوم أو 10 جنيه فيبقوا حوالي 300 جنيه يمكن أيام الأجازات بتتخصم. الندوة بتقول أن الشخص الذي ينفق أقل، وخدوا بالكم الرقم دقيق قد إيه، 271 جنيه في الشهر في المتوسط هو الفقير المعدم شديد الفقر. الراجل رب الأسرة الذي ينفق أقل من 271 جنيه في الشهر، هل تتصوروا حضراتكم إن أولاده مش هيبقوا شديدي الفقر، مش هيعانوا من سوء التغذية، مش هيعانوا من التسرب من التعليم الإلزامي لأنه عايز يشغلهم؟ تفتكروا الناس دي والأطفال دول وضعهم إيه؟ بيقولك كمان الأطفال يا أميرة بيبقى عندهم تقزم من سوء التغذية طبعاً، وعندهم هزال، نسبة مخيفة جدا. يعني عايز أقولك أنك بعض الأحياء الفقيرة أو القرى الفقيرة أو في العشوائيات لو رحتي وقفتي قصاد مدرسة ابتدائية هتلاحظي حاجة غريبة جدا بجد، كل العيال خارجة من المدرسة قد كده، تعالى يا ابني انت في سنه ايه، يقول لك انا في سنه 5، انا في سنه 6، هو قد كده. سوء التغذيه طبعا. انا فاكره زمان كان يعني على ما نوصل 6 ابتدائي يبتدي يقول لك خلاص، زي ما احنا كنا كده في اعدادي كنا زي انما هم عندهم تقزم. كنت طويله وكشيت يعني. اظن انه مشاكلنا في مصر كثيره جدا، أجندتها طويلة جدا مليانة بالتفاصيل. أظن أن احنا نحتاج إلى قرارات سياسية كثيرة لإصلاح حياة المواطنين اللي خرجوا قالوا عيش حرية عدالة اجتماعية. تاني دايما لازم نفتكر نحن نحكم بعد الثورة في ظل حكومة مفروض تبقى متبنية أجندة بتقول عيش حرية عدالة اجتماعية. لما يبقى عندي ناس بتصرف أقل من 271 جنيه في الشهر ولسه ما حدش واخد باله من المشكلة، عارفه الحل ايه؟ ما نبقاش متفائلين. احنا لازم نحلم. ايوه، خشي لي في الاحلام نحلم. بقى خش في الاحلام بقى، ويا ترى احنا بنحلم بايه؟ وكل الشعوب بتحلم حلم واحد؟ كل الناس في كل الاعمار بتحلم حلم واحد، ولا في حلم للصغارين وحلم للكبار؟ حلم للمصريين والفقراء والناس اللي على قد حالها، وفي احلام للناس المرتاحه اللي بتفكر في طموحات كبيره. ايه رايك في الموضوع؟ حلم ولا علم؟ لما تيجي تقولي لأي حد أنا حلمت يقولك خيرا لما أجعله خير، ويقولك ما تحكيش الحلم عشان ما يتفسرش وحش، ويقولك ومحمد منير قالك لو بطلنا نحلم نموت. نموت مش كده؟ احنا بنحلم بإيه؟
احنا كنا عملنا حلقات قبل كده عن العقل الباطن، وقلنا ان الحلم هو حوار او تعبير العقل الباطن عما يفكر فيه. العقل الباطن بتاع كل واحد فينا بيفكر ازاي، بتاع المصريين على بعض بيفكر ازاي. الاحلام هي رؤية، هي تتحقق، هي امنيات مكبوتة مش لاقية طريقة تتحقق بيها. هي يعني مثلا طول الوقت احلم ان انا في الثانوية العامة وحيفوتني الامتحان، طول الوقت احلم ان انا النتيجة طلعت وان انا سقطت. الناس بقى المصريين، وخليني اقول لكم الكلام الشعبي، لما تحلمي ببنت اقول احكي المصريين يقولك لو حلمتي ببنت البنت دنيا، والاسنانه بتتخلع مش عارفه ايه، بتتخلع بيبقى ينتظر خبر سيء، ولو حلمتي بناس كتير يبقى هيبقى حواليكي رغي ودوشه، ولو حلمتي باكل ولحمه يبقى حدث سيء، ولو حلمتي بسمك يبقى رزق وخير. ده في كتاب ابن سيرين فيه الحاجات دي، لكن علماء النفس يا اميره بيقولوا ان ده احنا بنعكس، احنا مرايه بتعكس اللي جوانا بالظبط. احنا بنفكر في امنياتنا عارفه لما كنت رايحه الحج كنت مقدمة الباسبور ومنتظرة الفيزا، وكنت مقدمة متأخر جدا. فليلة يعني هصحى الصبح حلمت ان انا بتنادى باسمي اميرة فلانة بنت فلانة، وبين والله يا منى حلمت ان في ايد بتزيح كده حد باسم تقول لا فلانة لا اميرة فانا صحيت الصبح قلت يا جماعة انا الفيزا هتجيني، قالوا يا سلام الشيخة اميرة فالحة قوي. فجات الفيزا، غالبا دي كانت امنيتي، هي امنيتك وصدقتي، غالبا كانت امنيتي من شده الشوق زي ما بيقولوا. أيوة. ان ربنا يختارني ويصطفيني ويكرمني ويديني الفيزا اروح اعمل الحج. انما ايه المساحه بين الامنيه اللي احنا بنسقطها على الحلم، وايه المساحه اللي الحلم بيقول لنا ايه اللي هيحصل؟ ده موضوع كبير. بس هي الحد بقى اللي بيقول لنا ايه اللي هيحصل دي طبعا خرافه، يعني احنا بيصادف ان احنا يحصل حاجات بنفكر فيها، لكن ان هو الحلم يقول لنا ايه اللي هيحصل في المستقبل طبعا. وطبعا في ناس تقول لك في فرق، الحلم ده اللي تحلميه وانت نايمه نوم عميق، انما الحلم اللي بتحلميه قبل ما تصحي ايوه ده حقيقي، ده طبعا ده مش حلم، دي اضغاث احلام. وفي حد يقول لك وفي حلم كتير قوي كلنا نحلم بيه، اللي هو تبقي نايمه وتحسي فجاه انك بتقعي في البير فتقومي نطه مفزوعه من السرير فتلاقي روحك ما بتقعيش ولا حاجه، انما الحلم بياخدك ويوقعك. وساعات تحسي بحاجه بتوجعك في الحلم تقومي تلاقيها بتوجعك، يكون حاجه ضغط عليك وفي كان عندي الم في جسمك بالفعل. كان عندي ست قريبتي قرويه كان عندها قناعه لا يزعزعها احد، كانت تقول لك كده، انا مش عارفه كنت عايزه اعمل عمليه الزايده ولا عمليه ايه في الكبد، عندي مراره وستنا زينب جات لي في الحلم وعملت لي العمليه وصحيت خفه. تناقشيها ما تناقشيها، هي عندها القناعه دي، يقين وقناعه. مره سالت حد طبيب يعني قلت له هي خفت فعلا؟ قال لي تصوري انها ممكن من كتر يقينها بانها خفت تخف، يعني مش مسألة الحلم حصل في ايه، انما هي من كتر يقينها واصرارها على انها خفت تخف. النهاردة موضوعنا مهم جدا، فقرتنا الحياة الصح النهاردة الاربع عن التفسير النفسي لاحلامنا. ازاي بنفسر الاحلام وايه الحكايه؟ مين ضيوفنا يا منى؟ ضيوفنا هتكون طبعا عن التفسير النفسي لاحلامنا دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، واستاذه امل محسن مدرب معنوي، وهنعرف منها يعني ايه مدرب معنوي. طيب قبل زي ما احنا هنكرر تاني، النهارده فقره الاربع الحياه الصح، ومعانا فريق الحياه الصح اللي هو الحقيقه فريق من الاصدقاء الاعزاء يعني المتخصصين، بيتبادلوا المواقع حسب نوعيه الموضوع اللي احنا بنناقشه، لكن في النهايه كل حلقات يوم الاربع بتقودنا او بتمشينا على سكه الحياه الصح، مره في الاكل ومره في الاحلام ومره في الامنيات ومره في الرياضه. اللي هي قبل ما نسيب الناس في الويكند يبقى في كده في شحنه للحياه الصح. سؤالنا على الفيسبوك لاصدقائنا على صفحتنا، هل تعتقد في وجود طريقة موحدة يمكن بها تفسير أحلام جميع البشر؟ يعني كل الناس
احلامها تتفسر بطريقه واحده؟ طبعا الكلام بيقول نعم لا ربما. العلماء بيقولوا لا طبعا، يعني اكيد بتختلف اكيد، مش كده؟ انا أكيد. برضو رايي لا اكيد. انا بس عايزه اقول حاجه والنبي فكريني لما نقول فقره المطبخ بس. هنقولي فقره المطبخ. النهارده طبعا يوم الاربعاء وبيبقى يوم مختلف وجديد، والشيف محمود عامل فراخ مشويه بالخضار والليمون، وده اكل للي عامل دايت او ريجيم في حياته، ورز اخضر. هنعرف يعني برضو سر الرز الاخضر ده، صورته اهي. شيف محمود النهارده كان فخور جدا وبيقول الرز ده نظريه الرز الاخضر دي عامل له فيونكة بالخضار، يعني للاطفال اكتر، محبب للاطفال عشان لما بياكلوش بسله. وفي سر تاني مش هقول عليه، هو هيقول عليه عامل الخضار ده ازاي. طيب احنا هنطلع فاصل. انا بس عايزه اقول حاجه في مساله التفسير النفسي لاحلامنا، بيفكريني وانا بسال الدكتور ايه حكايه الحلم باللغات الاجنبيه؟ يعني تصحي تحلمي، تصحي تلاقي روحك بتورطني بالانجليزي ولا بالفرنساوي، اللي هي حاجه غريبه جدا. هنطلع فاصل، اثناء الفاصل هنشوف تقرير مهم جدا عن ختام مهرجان افاق المسرحي. هذا المهرجان كرم فيه عدد كبير من كبار فناني المسرح، الأستاذ محمود ياسين طبعا أطال الله في عمره فناننا الجميل، الأستاذ توفيق عبد الحميد وآخرين. هنشوف التقرير ونرجع بعد الفاصل نناقش التفسير النفسي لأحلامنا، وخير اللهم اجعله خير. التفسير النفسي للأحلام ده موضوع حلقتنا النهاردة في فقرة الحياة الصح. بس اسمحوا لي قبلها، كنت أنا ومنى عمالين نتكلم في الفاصل إنه إزاي فات علينا نقول إن النهاردة 27 مارس، زي النهاردة من 8 سنين سنة 2005 فقدت مصر ابن جميل من أبنائها الفتى الأسمر، منتصر في الهروب إبراهيم في لا أكذب ولكني أتجمل، جمال عبد الناصر مرة وأنور السادات مرة، الولد الشقي مرة، فقدت مصر أحمد زكي. 8 سنين مات أحمد زكي، لكن مازال فنه الجميل المصري وقدرته على التمثيل بكل الشخصيات وبكل الأطياف مازال موجود معانا. منى طبعا كانت محظوظة أنها مثلت معايا. اه طبعا حظي الحمد لله، بس يعني فعلا احنا مش فقدنا بس احمد زكي الفنان، ولكن فقدنا انسان جميل طيب قلب مصري، ما تطلع في دماغه ينزل يركب تاكسي في الشارع كده مش واخد باله ان هو احمد زكي، يعني شخصيه بسيطه وجميله بسيطة رحم الله احمد زكي. وكمان دكتور محمد المهدي طبعا فكرنا بدوره الجميل في البيضه والحجر، لانه يعني ليه علاقه بالاحلام. طيب وتفسير الاحلام. احنا النهارده التفسير النفسي أحلامنا معانا ضيوفنا الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والأستاذة أمل محسن مدرب تنمية بشرية. وعندنا تساؤلات كتيرة حوالين الأحلام، كل الشعوب بتحلم زي بعض، كل بني آدم أحلامه قبل للتفسير. بنحلم ليه ساعات بالألوان وساعات أبيض وأسود؟ بنحلم ليه ساعات بالإنجليزي؟ بنحلم إننا صغيرين وما بنكبرش؟ العلاقة بين التفسيرات الشعبية للأحلام وبين حقيقة التفسير النفسي للأحلام، ده اللي هنناقشه مع حضراتكم النهاردة. نورتونا، أهلا وسهلا. وهو ده السؤال اللي قالته أميرة، يعني إيه هي الأحلام يا دكتور محمد، وليه بنختلف في تفسيرها ما بين التفسير العلمي وما بين التفسير الشعبي؟ يعني إيه هي الأحلام أولا؟ هي الأحلام نافذة على الجانب الآخر من حياتنا، الجانب اللي احنا ما احناش شايفينه وبيأثر فينا أكتر بكتير من الجانب الظاهر. يعني في جوانا كده عالم عميق وكبير جدا ومليان، مليان ذكريات، مليان رغبات، مليان مخاوف، مليان أمال وطموحات، ومش داريين بيه، وهو اللي يعني بيشكل جزء كبير من حركتنا ومن صحتنا ومن مرضنا ومحش واخدين بالنا منه. فالأحلام هي نافذة على هذا العالم، حاجة كده تطلع لك تقرأ لك جزء منه، مش كله، بتقرأ جزء منه من اللي حصل ولا اللي هيحصل، من اللي حصل ومن اللي هيحصل. يعني هي بتأثر فينا، حضرتك بتقول بتأثر فينا، ولا احنا اللي بنصنع الأحلام دي من تفكيرنا احنا؟ هي جزء منها من صنعنا وجزء من خارجنا. واللي من خارجنا ده هنقول انه من خارجنا ده من البيئة المحيطة بينا او من الملكوت الأوسع، لانه في صلة ما ما بين الانسان والملكوت الأوسع ما احناش عارفين. ده في جزء غيبي بقى كمان، جزء الغيب اللي في الاحلام.
وظاهرة الأحلام لها يعني جانبين. في الجانب الفسيولوجي الطبي وده معروف وواضح وبقى يعني يدرس بـ يعني بواسطة أجهزة زي جهاز رسم المخ الكهربائي، وبنقدر نحط المريض على الجهاز ده طول الليل ونعرف إمتى بيحلم وإمتى توقف الحلم والحاجات دي كلها. لكن الحاجة اللي فيها خلاف كبير هي تفسير الأحلام، والتفسير أهميته في إيه؟ إنه الحلم ده هو جزء من النص البشري. النص البشري له جزئين، جزء بنعمله واحنا صاحيين. النص البشري يعني حياتك. حياتك هي عبارة عن نص، هي سيناريو، سكريبت، نص السكريبت ده حضرتك عارفاه اللي بتعمليه وانت صاحية، النص التاني اللي في الأحلام. فحتى الآن البشرية لم تستفد من هذا النص التاني. وعالم ألماني اسمه إريك فروم قال إنه اللي ما بيعرفش يفسر أحلامه زي اللي بتوصله رسائل وما يقرهاش. فتخيلي إن حد بيجي له رسائل كل ليلة وما يقرهاش، رسائل كل ليلة وما يقرهاش. فالحلم محتواه مهم، بس إزاي هذا المحتوى يقرأ ويفسر ويستفاد منه ويوظف. حتى الآن كل ما يجري هي عمليات تشويه لهذا المحتوى، الدجل والشعوذة والخرافات والأكاذيب والنصب والاحتيال في تفسير الأحلام والحاجات دي كلها تشوه هذه الرسائل المهمة. أوكي أستاذة أمل، أنا بحترم جدا التراث الشعبي وأؤمن جدا بدلالاته. أوكي. التراث الشعبي استقر في شأن الأحلام وتفسيرها على أشياء بقت كده زي ورقة البوسطة. اللي يجي له بنت في الحلم خير وهيخش دنيا جديدة، واللي يشوف سمك في الحلم يبقى هيجي له رزق، والحياة كل لحمة يبقى هيتنكد عليه. تفتكري ليه التراث الشعبي يعني، أو إيه الآليات اللي أفرزت الطريقة دي في التفسير؟ ليه بقينا كده؟ تكرار الحاجة بيثبتها، تكرار أي معتقد بيثبته كويس. لكن وجهة نظري أو وجهة نظر بعض العلوم الحديثة يعني في الأحلام، إن هي جاية من العقل الباطن، أو يا إما حاجتين، يا إما حاجة إحنا عايزينها قوي ومش قادرين نحققها، يا إما حاجة رافضينها قوي وخايفين منها. بس هو ده، بس كده، بس كده. يعني مال كل المواويل اللي احنا طول النهار والنهار حلم الجعان عيش، حلم الجعان عيش ده حقيقي جدا. جعان يحلم بسوء العيش، جعان يحلم بسوء العيش ده برضو من التراث. بس هو العيش جه منين والجعان جه منين والقصه دي كلها جت منين؟ جت من العقل الباطن. انت زي ما الدكتور قال، هي في جزء طبي طبعا، يعني مش هتكلم كده طبعا الدكتور، لكن انا بتكلم على الجزء النفسي اللي انا يعني مفروض ان انا عندي فيه معلومات انا متاكده منها، ان انا جربت على نفسي انه امتى ساعات الناس كمان من كتر ارهاق ما تفتكرش احلام خالص. من كل ده هنجيله ونعرف امتى بنفتكر الحلم وفي قد ايه منه. يعني بعد هل في ناس ما بتحلمش اساسا؟ مفيش حاجه اسمها حد ما بيحلمش، كل الناس بتحلم، بس في فرق ان انت فاكره الحلم وقايمه يعني عارفه تفاصيله. وفي ناس عندها قدره انها تصحى وتكمل الحلم. دكتور محمد، فعلا في ناس ما بتفتكرش، وناس كلنا بنحلم بس في ناس بتفتكر. احنا بنقضي في الاحلام ربع وقت النوم، كل الناس بيقضوا 25% من وقت نومهم في احلام، في الاول ولا في العمق؟ متوزع، بس بتزيد الاحلام في الجزء الاخير من الليل. يعني بتمشي في دورات، النوم العميق في دورات كده الثلث الاخير، يعني اول بدايه فتره نوم حالم بعد ساعه ونص من النوم. وبعدين يعني هو في نوعين من النوم، فيه نوم عميق ونوم حالم. له اسم عندنا تاني اسم النوم مع حركه العين السريعه، والنوم مع حركه العين البطيئه، مش مشكله، لكن احنا خلينا نسمي اسامي بسيطه شويه. الناس اللي عندها ارق ما بتحلمش تاني. وقت النوم الحالم ووقت النوم غير الحالم. فاحنا بنقضي 25% من وقتنا في الاحلام. لكن ليه بقى الناس بتفتكر الاحلام وناس ما بتفتكرش؟ عشان تفتكر الحلم لازم تصحي في وقت النوم الحالم ده اثناء الحلم ما هو شغال، او على الاقل بعد انتهاء الحلم بثمان دقائق. مش تصحي لكن ايه يحصل؟ انه الوعي يبقى فيه نوع من الوعي شويه، يلقط النص بتاع الحلم. لو النوم بتاع الشخص ده عميق قوي، يعني غطسان قوي في النوم وما بيصحاش اثناء الحلم ولا بعد الحلم بثمان دقائق، خلاص الحلم يقوم رايح في يتأرشف يروح الارشيف في اللا شعور او في العقل الباطن وخلاص يتخزن. لكن هو الحلم بيؤدي وظيفته
سواء احنا افتكرناه او ما افتكرناهوش، وهي ايه وظيفته، سواء فسرناه او ما فسرناهوش، هي ايه وظيفته، وظيفته ده هو كذا وظيفه. اول حاجه ان هو بيعمل عمليه تنفيس لمشاعر كتير ما قدرناش ننفس عنها في اليقظه. بيعمل اعاده برمجه للاحداث، يعني مثلا انا حد شتمني واحنا بالنهار وانا صاحي ما قدرتش ارد عليه، اتخزنت جوايا، يقوم الحلم يعمل ايه؟ يعمل قصه وسيناريو اخراج وكل حاجه بقى. ويخلينا اشتمه، اعمل اخر اعمل اي حاجه خالص. طبعا طول الاحلام الموقف ده الاحلام بشتم مش ممكن عشان استريح. الحلم بيعمل بينبهني لخطر انا ممكن مش واخد بالي منه، فيجي لي في صوره رمزيه الخطر ده. الحلم بيحقق رغبات انا مش قادر احققها في الواقع، اي حاجه انا نفسي فيها في الواقع مش قادر اعملها الحلم يعملها لي. الحلم بيديني مساحه حريه مش قادر اخدها، عشان كده قالوا في حاجه اسمها مربع الحريه. مربع الحريه هو الحلم، الابداع، الجنون، الثوره. دول الاربع حالات اللي الانسان فيهم يبقى عنده اقصى درجه من الحريه. فاحنا كلنا بناخد فتره حريه في الحلم اثناء النوم، بنعمل كل حاجه، الحاجات الغير مرغوبه اجتماعيا والغير مرغوبه دينيا والغير مقبوله باي شكل. الحلم، الجنون، الثوره، وايه؟ والابداع. الحلم والابداع والجنون والثوره. طيب. اسمه مربع الحريه. معانا تليفون هناخده ونطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف ايه الموضوع اللي ما يعلم بيه الا ربنا بتاع الاحلام ده. معانا ساميه. مساء الخير ساميه. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. تحبي تقولي ايه عن الاحلام؟ مساء الخير. ازيك يا منى؟ الحمد لله يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. كنت عايزه اسال الدكتور محمد على سؤال. انا كمان ليا احلم ان انا في امتحان زي لجنة الثانوية عامة كده، والوقت قرب يخلص وانا مش عارفة اجاوب ومش عارفة اعمل ايه، وعمالة ابص جنبي كده ابص جنبي كده. ده سامية كلنا بنحلم بالحلم ده وما بنبطلوش، يعني قربنا نطلع على المعاش ولسه بنحلم اننا مش هنلحق الامتحان او مش عارفين. ولما الحلم كنا في المدرسة واحنا صغيرين نحلم ان احنا اتأخرنا وما لبسناش لبس المدرسة كويس. حلم الامتحان والمذاكرة والنجاح كتير مثلا في حاجة يا فندم. الحلم ده تكراره دليل على ان انا مقصرة في حاجة. اوكي يا سامية ميرسي. نسمع بالدكتور محمد. نسمع قبل الفصل ولا في فرصة؟ طب نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع نناقش حلم سامية وأحلامنا بعد الفاصل. التفسير النفسي لأحلامنا، قد إيه المساحة واسعة بين التفسيرات الشعبية للأحلام والتفسيرات النفسية للأحلام؟ قد إيه الحلم بيشكل الحقيقة؟ إزاي نفسر أحلامنا؟ ده اللي هنناقشه النهاردة مع فريقنا، فريق الحياة الصح، الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي والأستاذة أمل محسن. دكتور محمد، سامية في قبل الفاصل اتصلت قالت أنا بحلم أني مش هلحق الامتحان، أحلام الامتحانات اللي هو مش هلحق الامتحان، هسقط في الامتحان، سقطت في الامتحان، مش عارفة جاوب، نبقى على المعاش ولسه بنحلم بأحلام الامتحانات. عايزة أعرف رأي حضرتك وبين رأي الأستاذة أمل. هو ده حلم من الأحلام النمطية. في كم حلم نمطي كده تلاقي كل الناس شافته، يعني حلم الامتحان ده أكيد كل حد مر عليه عدة مرات في حياته. زي حلم سقوط الأسنان، وزي حلم الطيران، وزي حلم الوقع بالبير ده، وزي حلم الوقع بالبير، وزي حلم اللي بيقع من حتة عالية أو واقف على حتة عالية وبيقع منها، وزي حلم اللي حاسس بخطر ومش قادر ينادي على حد وصوته رايح. دي شبه كوابيس يا دكتور، نسميها كوابيس. صوته رايح يحاول يصرخ ينادي او عايز يجري يلحق حد ينقذه ومش قادر يحرك رجليه. فدي احلام نمطيه، كل الناس تقريبا تكون سمعتها. حلم الامتحان له رؤيتين، في الرؤية البريئة وفي الرؤية غير البريئة اللي انت كنت بتتكلم فيها قبل. انا قلت رؤية غير بريئة دكتور. انا اطلاقا قلت ايه يا ست؟ لما انا بقول لها احلام الطلبة بتقولي قولي احلام الطلبة، قلت لها احلام الطلبة ده تقولي ايه؟ استغفر الله العظيم. انا ما قلتش ماليش دعوة. التفسير البريء لحلم الامتحان هو انه ما بنبقى حاسين ان احنا علينا حاجات مفروض نعملها وما بنعملهاش او مش لاحقين نعملها، حاسين بالتقصير،
حاسين باللوم للذات او خايفين ان حد هيلومنا او حد هيحاسبنا. فالمعنى ده يجي يعني يتعمل له سيناريو واخراج على موقف الامتحان. ده التفسير البريء او الوجه البريء لحلم الامتحان. الوجه الاخر الغير بريء هو السقوط في الامتحان، يعني السقوط في الامتحان الاخلاقي المجتمعي، انه انا خايف اني اعمل حاجه المجتمع مش هيرضى عنها، مرفوضه اجتماعيا او مرفوضه باي شكل من الاشكال او اخلاقيا، فخايف ان انا هقع فيها، والخوف ده عامل لي رعب على طول، فخايف اسقط في هذا الامتحان، الامتحان اللي هو المجتمع متوقع مني حاجات معينه وانا احتمال كبير ان انا اسقط. طب مش عارفه احل. مش عارفه احل الاحساس برضو بالعجز. يعني هو حلم يجمع الكثير من المعاني، وهو على فكره الحلم بقى زي اللوحه الفنيه. اللوحه الفنيه ما تقدريش تعطيها تفسير واحد، ولا يصح انك تعطيها تفسير واحد. بتاخد تفسيرات كتير من زوايا مختلفه، وكل شخص يبقى الحلم عنده له معنى مختلف. علشان كده كل شخص يعني كل واحد يشوف نفس الحلم يتفسر ارتباطا بظروفه هو. ده معيار شخصي جدا. عشان كده التفسير العام لكل الناس ده خطا. يعني مثلا ايه، فرويد وهو عالم نفسي كبير قوي عمل اختزال كده لتفسير الاحلام، قال انه الحاجات المستطيله ترمز للعضو الذكري، والحاجات الدائره ترمز للانثى، ومش عارف ايه والحاجات دي، وبدا يفسر احلام طلع كل الكلام ده كلام فاضي. لانه مثلا التعبان عند بعض الشعوب يعني انه العدو. ينتسب للالهه وللمقدسات. عند مصريين يقول العدو. عند ناس تانيين يبقى ده عدو، وعدو خبيث بيتسلل السحب. الكلب مثلا عند بعض الناس هو رمز للعدوان الظاهر، حد الكلب هيعضه هيجم عليه. عند ناس تانيين رمز للوفاء والإخلاص. حضرتك بترى بشكل واضح أن تفسير الأحلام مرتبط بالثقافة والظروف ومعنى الأشياء عند الناس. يعني كل واحد أيوة. شخصانة المسألة ورموز الأشياء عنده ومعانيها عنده. أوكي أستاذة أمل، بصي، هو كل الناس اللي بتحلم بحاجة صعبة زي الامتحان فات، زي مخنوقة، زي سلام على مخنوقة أصلا. مخنوقة دي بقت حاجة ظاهرة. كلمة بنسمعها صاحية ونايمة زي سلام عليكم كده، مخنوقة، عارفة. فدي بتبقى بالنسبة للمعلومات العلمية اللي عندي أن ده عقل باطن برضو، زي ما قال الدكتور. أنا بكمل حتة صغيرة، أنه حاجات إحباطات لم تتحقق في حياتها. يعني هي بتمر بظروف نفسية معينة، أو عندها مشكلة، أو شايلة هم حاجة، او عندها حد من ولادها بيمتحن، او حد بيقدم يعني حاجه هي قلقانه منها جدا، فالعقل الباطن هو اللي بيديها الصوره دي. فاهمه يعني بالزبط. بتعكس احساسها بالمشاكل على الفيلم اللي بتشوفه يا نايم. بالظبط. طب هناخد منك بقى امل ونشوف جمهورنا رايه ايه. معانا مي، مساء الخير. الو، مساء الخير. مساء الخير يا مي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. طبعا انا معجبه بالبرنامج بتاعكم جدا. ميرسي يا حبيبتي. وعندي سؤال للدكتور محمد المهدي، بس يا ريت من فضلك يرد عليا على السؤال. هو من جزئين. اوكي. الجزء الاولاني، انا كان يعني من حوالي شهر كده انا او شهر ونص جوزي اتجوز عليا، تمام، بس جالي حلم، او هو يعتبر رؤيه، لان انا صحيت على ميعاد الفجر ان هو جوزي هيتجوز، وده جالي في الحلم. فاول ما صحيت لقيت الفجر بيقدم، فقالوا لي ان دي رؤيه. ده الشك الاولاني، فهل فعلا دي رؤيه ولا ده حلم عادي؟ تاني حاجة من الشق، يا ريت يا دكتور يا محمد ترد عليا. هو أنا جوزي دلوقتي طبعا هو اتجوز واحدة مغربية من على الشات، تمام، وأنا كنت قبل مولد بأسبوع واحد بس، وقال لي إن أنا فعلا اتجوزت في نفس اليوم اللي جالي فيه الرؤية. جوزي طبعا دلوقتي ما بيجيش البيت خالص، أنا معايا ثلاث ولاد، ما بيجيش البيت غير مثلا مكالمة التليفون كل فترة، لو مثلا ألحيت عليه يوصلني في مشوار ولا حاجة. ومراته اللي اتجوزها دي الفرق بينهم 16 سنة. اوكي، هو عنده 36 وهي عندها 19 سنة. فبحاول ان انا اجيبه عندي البيت، احاول ان انا اكلمه، هي رافضة تماما، قالت زي ما انت قعدتي 6 سنين معاه متجوزاه، انا كمان هقعده 6 سنين وبعدين ارجعه لك يعيش معاكي ومع اولادك تاني ويبقى معانا احنا الاثنين. فانا سؤالي هنا، هل اهتم بيه واحاول استقطبه ليا، ولا ابعد خالص عن حياته؟ وهو مثلا ممكن لما ابعد يحس بيا وبالولاد وابنه اللي لسه عمره شهر ونص.
اوكي يا مي، ميرسي ليكي يا حبيبتي. هنسمع الرد من الدكتور يعني محمد بعد ما نخلص تليفوناتنا. معانا كريمه. الو. ايوه. اي كريمه، مساء الخير. مساء الخير حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي. ربنا يخليك. اتفضلي. اتكلم اقول عليها؟ الو. ايوه يا كريمه اتفضلي، احنا سامعينك. طب حضرتك اساليني. انا اسالك. تحبي تقولي ايه عن الاحلام يا فندم؟ احب اقول ايه عن الاحلام؟ الجواز في الحلم بيبقى مشكله عند الانسان، خناقه، ولما حد يجي على يقول لك انا هتخطب، انا عندي حفله خطوبه كده، اقول له انت هتزعل. طيب والعياط في الحلم ايه؟ فرج. العياط والسمك. السمك فلوس لو كان السمك صاحي، لكن لو كان مشوي نكد، ولو كان مقلي كلام بزعل، ولو كان مملح. طيب وخلع الضرس في الحلم ايه؟ فلوس متشالة وبتيجي من جديد. خلع الضرس. احنا بنشكرك جدا وتحياتنا لاسكندريه طبعا، الجو عندك جميل مش كده؟ 100 100. اهلا وسهلا بيكي حضرتك، نور. دكتور محمد طبعا دكتور محمد. موضوع مي. مي. اسئله مي. اللي هي شافت ان جوزها جوز عليها في اليوم اللي فعلا الخبر العظيم ده وصل لها يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. هو طبعا هل ممكن تكون سمعت في اعاده تشكيل المعلومه او احساسها الانثوي كده يعني؟ يعني برضو في رؤيتين للحلم التنبؤي. في ناس يقول لك دي رؤيه ودي حاجه جايه رساله من الملكوت الاعلى بتخبرني بالحكايه دي، ومفيش ما ينفي ده طبعا، يعني لا نقدر لا نثبته ولا ننفيه. صح. في تفسير تاني اللي حضرتك بتقوليه، انه مفيش حد بيتجوز فجاه، بيبقى في يعني علامات ومقدمات في حياته، في علاقته بيها، في اتصالاته، في قعدته على الشات وبيكلم مين وبيعمل مين. ايه ممكن واقعيا تبقى بتنكر ده، لكن في الحلم يطلع لها. بالظبط. المخ في لحظات الهدوء والصفاء اثناء النوم بيعمل حسابات دقيقه جدا، اكتر من حساباتنا واحنا صاحيين، زي الكمبيوتر كده. فيدي نتيجه مفادها انه العلامات المتفرقه دي والظواهر دي تؤكد انه لازم هيتجوز، وصل لنتيجه معينه. ورأي حضرتك ايه؟ هي شكلها بتحبه طبعا، طيبه هي بتحبه جدا وكده. انا رايي ايه؟ رايي انه ما تلحيش عليه في الرجوع، لانه ساعات الالحاح يخلي الشخص يزهد او يعني. انت خليكي في بيتك ومع اولادك، وفي انتظار رجوعه في اي وقت، وترحبي به لو رجع، ويبقى الحد الادنى من العلاقه الزوجيه اتصل بيه من وقت للتاني، بعت له رساله من وقت للتاني، على اساس انه يظل الخط مفتوح لكن من غير الحاح. استاذه امل، تحبي تقولي ايه لمي؟ انا عايزه اسالها سؤال. هي خلاص ما عادتش معايا. يعني بس هي يعني تسال نفسها السؤال ده، هي عمرها خافت ان جوزها يخونها او يتجوز عليها؟ مهم قوي انها تجد اجابه بينها وبين نفسها. ده باعتبار ايه؟ طب انا هرد عليكي وهلعب معاكي. انا انا خفت. اوكي. اوحيت له؟ لا لا لا. في حاجة علمية بتقول ان الحاجات اللي بنخاف منها وبنركز عليها بتحصل او بتزيد. كل ستات مصر والكرة الارضية خايفة جوازتها تتجوز. المهم تركز عليها وتعمل حاجة ايجابية، واكيد بتاخد بالها. انا هديكي مثل بسيط قوي يا مدام اميرة. دلوقتي انا لو شايلة صينية عليها فنجال قهوة وخايفة اقع، وخايفة الفنجال ده يتدلق، هتكعبل، صدقيني هيتدلق. طبعا لو هيتدلق ليه؟ لكن لو خفتي يتدلق وانتبهت وبصيت تحت رجلي كويس، خدت بالاسباب اللي تخليني ناخد بالاسباب حاجة ونخاف حاجة تانية. عارفة فنجال القهوة ما تخليش الخوف يأثر عليا أكتر من اللي يمشي كده. أيوة فنجال القهوة الوش يروح وكل حاجة تبوظ. لكن لو انت ماشية واثقة ان انت ماشية صح وواخدة بالك، والفنجال يعني مقاسه مظبوط، ثقة في النفس وثقة في ربنا، يعني مش في دماغك اصلا ان هو ممكن يتدلق، انت هتوصلي بالسلامه ان شاء الله. لكن عايزه تقولي لما تركز في ده تاتي بهذه النتيجه. يعني معلش، عن تجارب كتيره جدا كل الناس اللي خافت من الخيانه او الكذب حصل. يا رب سلم. فيا رب سلم. فاحنا بس ناخد بالاسباب، وبعدين هي ده طيب دي حاجه عايزه تفكر كذا، اعملي حاجات هي بقى تعمل ايه؟ تحاول يعني تقعد مع نفسها كده وتكتب في ورقه وقلم ايه هي اثرت في ايه. ما في صعب قوي على النفس البشريه انه الانسان يعترف ان هو غلطان، بس هي عندها طاقه ان هي تكمل بما انها وهي تكمل ولا لا. جوزها بيتجوز عليها ان هي السبب وغلطت. لا انا ما قلتش كده على فكره، انا ما قلتش كده خالص. انا بقول هي تراجع نفسها، ايه الاسباب؟ هل هي ايه اللي وصل ان حد يتجوز على النت او على الشات او على كده؟ اكيد هي سابت مساحه طويله
مش واخده بالها عشان الامور توصل لكده. يمكن لو هي قبل ما تولد بالها من الاول حصل ده يعني كانت في كانت ممكن تعلمها ممكن كانت تبقى بتسيبه بمنطق انها بتحترم حريته وبتثق فيه. ما هي مش سجانه برضو. هي ممكن انا مش هشكسك في ده بقى خليني في أميرة. هي ممكن تحط هدف ان هو هيرجع لها وهيرجع لها ان هو يرجع لها وبس. ده الجانب الايجابي من الموضوع ان شاء الله. هتركز على المراجعة واضح للموضوع. شهادة اصدقائنا معانا شيرين. مساء الخير شيرين. الو مساء الخير. ازيك يا شيرين؟ صوتك واطي شويه، علي صوتك من فضلك. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا كان عندي بس كده من فتره حلمت حلم لوالدتي بان هي توفت يعني، وشفتها في الحلم وهي متوفيه، والمفروض ان احنا كنا احنا اصلا يعني قريب قوي هنعزل، فشفت ان احنا كنا في البيت ده والبيت كله اسود، وشفت مامتي وهي هتدفن وكده. وبعدين لما صحيت من النوم انا عندي سمكه لقيتها توفت برضه، السمكه دي ماتت. اوكي ماشي يا شيرين، هنشوف ده مع الدكتور محمد. تحب تسالها حاجه يا دكتور قبل ما تقفل شيرين؟ لكن ماما صحتها كويسه وما كانش في اي علامات تقول ان في اي حاجه هتاثر عليها في الفتره اللي انت حلمت فيها الحلم؟ يعني ممكن عندها شويه ارهاق كده، بس يعني ده كان من قبل الحلم برضه، بس يعني دلوقتي عندها شويه ارهاق كده. ماشي يا شيرين. شكرا شيرين. شكرا والف سلامه على ماما. معانا حنان. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا يا حنان. الله يخليكي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا بتصل بس الموضوع مش في الحلقه افندم. الموضوع مش في الحلقه. طب اتفضلي برضو، اتفضلي ما دام اتصلتي يعني نسمع. اتفضلي اتفضلي. طب بصوا يا جماعه، انا جوزي سد. نعم الخط قطع للاسف. احنا نقدر نسال سؤال قبل الفاصل لسه معانا ولا نطلع فاصل على طول؟ طب هنطلع فاصل ونستأنف حوارنا حوالين التفسير النفسي للاحلام بعد الفاصل. التفسير النفسي للأحلام، ومنى بتشاكسني في الفاصل وما بين الفقرتين لأنها صديقتي العزيزة. وأجمل حاجة في مشاكسة منى إنها لما نبقى على الهوا بقى ما بتشاكس خلاص، لأنه هي لا يبقى خضوع. أنا بشرد لك بشرد لك. لو بتشاكس بما لو يخالف شرع الله ده لا ما لا ما كلنا بنشاكس بما لو أنت هتلبسنا مصيبة دكتور، كلنا بنشاكس بما لو يخالف شرع الله. على أي حال نعود إلى موضوعنا دكتور. ساعات يحدث صراع بين العقل الواعي والعقل الباطن في الحلم. يعني ساعات يبقى حد يجي يقول لحضرتك انا كنت بحلم، وانا ابتديت اقول لنفسي في الحلم ده حلم، اصحي ده حلم ما تكمليش الحلم. يحدث هذا الصراع. واحيانا يحدث صراع من نوع مختلف، انه ما بين الحلم، عارف زي البرنامج كده في فواصل، يحصل فواصل في سياق الحلم ويبتدي يتقال ايه، طب انا عايز افتكر كنت بحلم بايه، عايز اراجع بعدين يخش الجزء الثاني من الحلم بعدين نراجع وبعد ايه ده. بس فاصل من غير اعلانات. فاصل من غير اعلانات للاسف. الصراع بين العقل الباطن والواعي في منطقه الاحلام. ايوه، لان هو الحلم اهميته في ايه؟ انه بتتشال الرقابه في حياتنا الواعيه دي، تتشال الرقابه. فلما تتشال الرقابه يبدا المحتوى الداخلي. المحتوى الداخلي ده عباره عن ايه؟ عباره عن رغبات، مخاوف، غرائز. فالحاجات دي تبدا هي عباره عن زي مشاعر، فتقوم تحول هذه المشاعر الى افكار، والافكار تقوم تحولها لصور. زي صناعه السينما بالظبط. وبعدين الصور دي ما ينفعش برضو تطلع على طول، لانه على الرغم ان الرقيب نايم الا انه لو طلعت حاجه فجاه قوي عايز لها سياق درامي يعني هيصحى. فيتعمل سياق درامي. عايز لها سياق درامي. يتعمل فيه اربع حاجات: الازاحه، الترميز، التكثيف، الاسقاط. يعني لو عايزين معانيهم معاني وده حصل في حلم مي. بالظبط. مي كانت بتتكلم على الحاجات دي، تقوم تعمل الحلم في سياق درامي بحيث يبقى مقبول على مستوى معين ما يصحيش الرقيب اللي نايم. اوكي. لما بيتم ده يقوم يطلع بقى كل الحاجات اللي جوانا دي علشان يطلع في صورة قصة. طيب احنا القصة دي ساعات الشخص نفسه يحلم انه بيحلم، وساعات الشخص يحصل انه
بيجي يتعمل حاجة زي مونتاج، لأنه بعد ما بيتعمل العمليات دي كلها بيبقى الحلم بيبقى شديد الغموض وبيبقى ملخبط زي اللقطات اللي اتاخدت في اوقات كتيره، فيجي يتعمل مونتاج يقص ويلزق ويعمل مش عارف ايه حاجات عشان يطلع نص قريب لحد ما من الفهم. امتى بقى بصحي نفسي اقول ده انا بحلم؟ اصحي الحلم ده مش عاجبني او الفيلم ده مش عاجبني. تصحي ولا تحلمي انك بتصحي؟ لا، ابتدي يبقى يحدث حوار انا اسمعها من ناس كتير يقول لك بصحي روحي جوه الحلم، اقول ما تخافيش ده حلم، ما تصدقيش ده حلم، يعني يحدث هذا الصراع هنا بين الوعي ولا وعي. الـ 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 النفس البشريه فيها طبقات معينه كويس، فاحنا بنتحرك من طبقه لطبقه اثناء النوم، فساعات نبقى في طبقه عميقه جدا، فالطبقه العميقه دي ليها العالم بتاعها وليها رموزها ومفرداتها وهي شديده الرمزيه وشديده الغموض. ممكن اطلع لطبقه فوق شويه التقط الموجه دي واتحاور وياها فاشوف بعينين، ابقى اقرب للصحيان اقرب لحاله الوعي، اتدخل ادير حوار مع نفسي. واللي عايز يشوف ده بقى يشوف احلام نجيب محفوظ في فتره النقاهه، من اجمل ما كتب نجيب محفوظ في حياته كلها. وعملت كتاب على دراسه نفسيه على احلام فتره النقاهه بتاعت نجيب محفوظ. شيء مذهل، الراجل بيعمل حاجه غريبه جدا، بيتحرك ما بين طبقات الوعي بعبقريه غير عاديه، انه يبقى بيكلمك في حاجه كده كانه بيحكي حدوته بسيطه كده، انا رايح بيت العيله في العباسيه ومش عارف حصل ايه وبعدين، ويقوم ناقل نقله ثانيه في مستوى وعي ثاني، وبعدين يقوم ناقل في مستوى وعي ثالث ورابع، فتيجي تبص تلاقي الحاجات بتتغير وقاعد يتنقل ما بين طبقات الوعي ويحاورها بينها وبين بعضها زي ما حضرتك بتقولي كده بالظبط. بس بعبقرية نجيب محفوظ بقى شيء يعني شيء تاني. طيب امل، انا مش هنقول على التليفونات، انا عندي سؤال، يعني الشعوب كلها يعني بتحلم حسب ثقافتها طبعا. والناس اللي على قد حالها في التعليم وفي الثقافه دايما تروح لمنطقه الغيبيات، الشعوب اللي هي مش الناس البسيطه البسطاء دايما يروحوا للغيبيات مش حقايق، يعني دايما يحلموا بحاجات مش موجوده وكده. قصدك بالغيبيات اللي هو يفكروا في العالم الاخر، وعلى العالم الاخر ده فكرته بنروح لها لما يكون عندنا قله حيله. يعني زي في بعض مش الشعوب بقى، المستويات اللي هي الحتت الشعبيه او كده والقرى، لازم تلاقي شيخ في كل مكان. تقول لك جوزي طلقني يبقى معمول لي عمل، مش عارفه جوزي عمل لي ايه يبقى اتحسدت، يبقى مش عارفه حد مش عارفه باصص لي، لان دي قله حيله. هو الاتفاق مع ثقافتهم مع نوع الثقافه حسب الثقافه. طب هناخد راي جمهور، اسمحي لنا معانا عزه مساء الخير. عزه طيب عيشه، ناخد عيشه. الو، ايوه مساء الخير يا عيشه. ايوه مساء النور، اهلا بيك. تحبي تقولي ايه عن الاحلام يا عيشه؟ اهلا، ازيك يا اميره؟ ازيك يا منى؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بيك. الحمد لله. كنت عايزه اسال الدكتوره على حاجه، انا دايما بحلم بالاموات. اوكي. انا ماما ماتت من 16 سنه، دايما بحلم بيها قاعده في الصالون عندي، واخويا مات من سنتين برضو بحلم بيه انه جه زارني في البيت. وبعدين مش عارفه، يعني ساعات ببقى متضايقه وبحلم بحاجه بخاف تتحقق، لان ساعات بحلم بحاجات وحشه بتتحقق، وساعات بحلم بحاجات كويسه، زي مثلا ان بنتي حامل، يوميها ثاني يوم على طول قالت لي انها حامل. فمش عارفه يعني. اوكي يا عيشه، هنشوف رأي الدكتور. هناخد منى. الو، مساء الخير على احلى ثنائي السي بي سي. مساء الخير يا حبيبتي. بس كنت عايزه اسال الاساتذه عن الاحلام عن المستقبل، ولما تصدق وتتطابق بنسبة 90% مع الواقع. أنا مش هسأل السؤال الدارج عن الفرق بين الحلم والرؤية، يعني سألت أحد العلماء الأفاضل وقال إنها كلمة من الله، وإن الشخص بقى مجرد ناقل للحدث اللي بيشوفه. فما رأي الأساتذة؟ ماشي يا منى. شكرك يا منى. ضيوفنا معانا عزة، ولا كده تليفوناتنا خلصت؟ ألو عزة. خير يا عزة. ألو يا عزة. الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ايوه، مساء الخير يا اميره، مساء الخير يا منى. اهلا وسهلا، اتفضلي يا عزه. وانا عايزه اتكلم عن الاحلام. ان انا ساعات، نعم اتفضلي عينك يا حبيبتي. بحاول ان انا افسر الاحلام دي، يعني انا مريضه ومقاعده وبنتي دايما تحلم ان انا بمشي،
فهل ده يعني عشان هي بتفكر ان انا نفسي اخف وكده فهي بتحلم بكده وهل ده يبقى تحقيق ولا لا؟ وساعات بحلم ان انا يعني ضايع مني حاجة والحاجة دي اما اصحى الاقيها في نفس المكان، فبيقولوا الحاجة دي ايه؟ عايز اعرف يعني حضرتك عايز تسألها على حاجة ولا خدت واضح؟ شكرا يا عزة مرسي. احنا عندنا اسئلة كثيرة، هنطلع فاصل ونرجع نعلق بقى ونرد على كل استفسارات صديقاتنا اللي اتصلوا بينا بعد الفاصل. التفسير النفسي الأحلام، حلقة مهمة جدا. في البداية قبل ما نستأنف حوارنا، أنا بعتذر لكل الأصدقاء اللي بيطلبونا ومش قادرين ناخد تليفوناتهم، بعتذر لكل أصدقائنا على الفيسبوك على كل الأسئلة الكثيرة اللي بيوجهوها. إن شاء الله ملفنا هيفضل مفتوح للأسبوع الجاي وربما حلقات أكثر. هيكون معنا الدكتور محمد المهدي هيستأنف معنا وآخرين مسألة التفسير النفسي للأحلام والفرق بين أحلام اليقظة والنوم والرؤية والحلم والكابوس، أشياء كثيرة ملفنا مازال مفتوح. بس بكرر اعتذاري لكل أصدقائنا على عدم قدرتنا على استقبال مكالماتهم. سؤال كانت مدام منى بتقول ان 90% من احلامها بتطابق الواقع يعني وكده، ده بيحصل يا فندم؟ هو بس بيبقى في ساعات يعني مبالغات شويه في مطابقه الاحلام للواقع، لانه في يعني لما بندرس ده بشكل موضوعي بنلاقي ان في بعض الاحلام قد توافق الواقع تصادف او نسبه 90% كتير يعني. وده بنعملها ازاي؟ بنطلب من الناس اللي بيعملوا الحكايه دي ان هم يسجلوا الحلم في اليوم اللي شافوه، ويخلوا مثلا زوج او اخ او اخت او اي حاجه يتابع ده ويشوف اللي تسجل حلم قبل ما يحصل وشوف قد ايه حصل، فبنلاقي ان نسبه قليله حصلت مش بالكثره دي. بس دي بقى انا بشير ليها ليه واحذر من مبالغات فيها، لانه في ناس بيحصل لهم ما يسمى بفوبيا الاحلام، انه من كتر ما هم يعني بقى جواهم يقين انه الاحلام هتتحقق او احلامهم بتتحقق في الواقع، فكل ما تشوف حلم تترعب او تدور على تحقيقه او تدور على تحقيقه. ساعات يحصل ده. الحلم الثاني امل برضو عيشه بقى في عيشه قالت بحلم بالاموات وقالت بحلم بحاجات بتتحقق، فبحلم بالاموات وحاجات وحشه وحاجات حلوه بتتحقق. ايه رايك؟ بحلم بالاموات حاجه من الاثنين، يا اما هي بتفكر في حد وحشها قوي يعني بعد ما توفى. انا تجربتي الشخصيه في حكايه الموت دي انه انا لما مره واحده حلمت حلم واضح جدا لاخويا الله يرحمه، بعدها يومين او ثلاثه بابايا توفى، فكان تفسير الحلم انه يعني لما بتحلمي بحد توفى ده جاي ياخد بابا. ده المصريين يقولوا كده، التراث الشعبي يقول كده. انا في الحقيقه فلان جاي يزور البيت وياخد منه حد والروح بتونس الارواح. انا بقى عندي وجهه نظر في القصه دي، ان انا بنصح اي حد بيحلم حلم وحش انه مش يحكيه، لانه لما بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ده يعني انا بقول كده بناء على سنه وبناء على ان احنا نحكي طيب. لما بتحكي الحلم الوحش طاقته بتزيد طيب. فبتتحقق، وزي ما قال دكتور احمد انه حضرتك قلت حاجة مهمة انه بيجذب كل الحاجات اللي هي فكرة الفوبيا من الاحلام الوحشة يعني بيعيش يعني في حصار انه كل ما احلم حلم وحش هيتحقق، فالموضوع بيبقى يتحول الى فوبيا فعلا. دكتور محمد، في اعتقد منى او مش عارفة منى ولا عزة سامحوني يعني استاذ عزة كانت بتقول قالت الرؤى ايه الفرق بين الرؤيه والحلم، وقالت ان بعض الناس قالوا ما اعرفش مين ان الرؤيه هي كلمه من الله وانه الانسان ليس الا بناقل، وايه راي حضرتك؟ اولا ما حدش يعرف يفرق الرؤيه من الحلم، وحتى في التفسير او حتى في المعنى اللغوي في عند ناس كتير قوي الرؤيه هي الحلم، وفي ناس يقولوا الرؤيه اللي هي الحاجه اللي جايه من العالم الغيبي او من الله سبحانه وتعالى. المنطقة دي بالذات ما حدش يقدر، لأنها منطقة غيبية لا حد يقدر ينفي ولا يثبت إن ده إن دي رؤية من الله، ولا حد يقدر ينفي أو يثبت إن ده حلم، لأنه ما فيش وسائل للإدراك ولا في وسائل للتيقن. في بعض الناس يقولوا إيه، لأ الرؤية بتبقى واضحة ويعني مباشرة وبتتحقق بالظبط زي ما حصلت، لو هي كده هتبقى قليله جدا. كانت بتقول كمان من عزه انها بتحلم بحاجه مفقوده بتلاقيها، ده ممكن يحصل فعلا تلاقيها في مكانها؟ ده بيحصل في الواقع، وده زي ما حصل لمدام عزه انه المخ
في أثناء النوم بيبقى في حالة صفاء ويقدر يعمل حسابات دقيقة ويفكر فيصل إلى ده. ده حصل مع علماء يعني عالم كيمياء مهم جدا اللي اكتشف حلقة البنزين، تركيبة حلقة البنزين وطلع منها اكتشافات كتير بعد كده. ده كان محتار ان هو يعني زي يصيغ هذه التركيبة الكيميائية، فنام وحلم بتعبان ملتف حوالين نفسه كده وبيأكل في ديله، فقام وفي ذهنه حلقة البنزين بالشكل اللي هو السداسي كده. سلفادور دالي أجمل ما رسم، وهو من أحسن الرسامين السرياليين، من أجمل ما رسم كان بيعمل حاجة جميلة جدا، يلتقط لغة اللاوعي، الصور اللي في أحلامه، الصور اللي في أحلامه. فكان يعمل إيه عشان يلقطها؟ يمسك مفتاح كبير في إيده وينام على كرسي، وبعدين لما هو عايز يصحى في وقت الحلم أو بعد أو قبل 8 دقايق زي ما قلنا عشان يفتكر، فأول ما بينام ويروح في النوم المفتاح يقع فيعمل صوت يصحيه، يصحى يرسم اللوحة. عشان كده تلاقي الرسومات سلفادور دالي كلها غاية في الغرابة وغاية في الجمال وكلها عبس وحرية شديدة. ننام في ايدينا حاجة يعني عشان نفتكر الحلم دي. دكتور محمد هو حاسس بصوت ما يراه في الحلم، لانه الحلم ده ثروة ممكن يحذرك من حاجة، ممكن يفهمك نفسك صراعاتك اللي جوه ومخاوفك ورغباتك واحلامك وطموحاتك وعداواتك والحلم بالاموات. بس كنت عايز اضيف لي حاجة، انه ساعات يكون احباط من الاحياء، يعني لما نحس ان الناس اللي عايشين معانا محبطيننا مقرفين نلجأ للأحبة اللي هم كان ليهم ذكرى حلوة عندنا. بالذات ان اللي بيموت بيحصل حاجة غريبة جدا في اللي بيموت، تقريبا بتتمحي سيئاته وخطاياه والحاجات دي، يكون يفتكر دايما منه المحاسن. عشان كده عبد الرحمن الأبنودي يقول ايه، اللي ماتوا صار أحباب. صار أحباب ليه؟ لانه سامحناهم وصلحناهم ونسينا، ده ماتوا بقى خلاص ومسح الحته الوحشه. طيب دكتور محمد، الاطفال الرؤى، ده اخر سؤال هساله لحضرتك ويعني تقول اخر كلمه في هذا الموضوع النهارده لغايه ما نستأنف حوارنا بعد كده وبعدين نيجي لمدام الاستاذه امل. اطفال بتحلم؟ يعني المصريين يقول لك يبص البيبي بيضحك الملائكه بتلعبه. هل فين الملائكه بتلعبه ولا الطفل الرضيع ايضا يحلم بس احنا مش عارفين؟ ده الجنين بيحلم. الجنين بيحلم. الجنين بيحلم وتسجل احلامه بواسطه جهاز رسم المخ الكهربائي. جهاز رسم المخ الكهربائي ده ومعامل النوم بقى دلوقتي تسجل الاحلام. باجهزه معينه رصد احلام الاجنة. حد هيقول طب هو يحلم بيه؟ شاف بيحلم بايه؟ بيحلم بالعالم بتاعه. ما عندوش خبرات ولا حاجه. العالم اللي جوه على فكره غالبا عنده خبرات بس نحن لا نعرف عنها. هو ما وصلناش حاجه. والطفل بينام ساعات طويله وفيها اوقات حلم كتير وبيحلم وبيقضي وقت في الاحلام اكتر من الكبار. هو بينام على ساعات اطول بكتير من الكبار. والحلم بيؤدي وظيفه مهمه جدا في التوازن النفسي والانفعالي. الطفل يحتاج ده. طب اخر حاجه استاذه امل تقوليها لنا، لان للاسف وقتنا خلص واحنا ان شاء الله حوارنا ممتد الاسبوع الجاي وبنكرر اعتذارنا لكل اصدقائنا على صفحتنا. اخر حاجه تحبي تقوليها؟ احب اقولها انه العقل الباطن، ربنا خلق البني ادم عنده 3 عقل، هنتكلم عن 2 بس، العقل الواعي اللي هو عارف كل حاجه اللي احنا قاعدين فيه مع في 20 بعض ثانية. والعقل الباطن اللي هو عنده قدرات غير عاديه، الحاجات ما عرفش نحققها بعقلنا الواعي بتتخزن في العقل الباطن، تطلع بقى في صوره احلام، في صوره خيال، في صوره حاجات كتيره قوي. يا ريت اللي بيحلم حلم وحش يا جماعه ما يحكيهوش لحد من فضلكم. اوكي دي نصيحتي. حوارنا ممتد للاسبوع الجاي في مع فريق الحياه الصح. بس اقول لكم نتيجه تصويت على سؤال فيسبوك، كان السؤال يا دكتور محمد استاذ امل، هل تعتقد في وجود طريقه موحده يمكن بها تفسير احلام جميع البشر؟ نعم 2%، لا 90%، ربما 8%. إذن يعني الناس منتبهة لما قلتوه إنه شخصنة وذاتية الحلم والتفسير. نشكركم ونورتونا جدا. شكرا لكم احمد المهدي. بعد الفاصل طبعا زي ما شيف محمود معودنا كل 4 مفاجآت، وهيكون فيه فراخ مشوية بالخضار والليمون ورز أخضر، تفضلوا معانا.